بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مراجعة للسبلين في الجروس. طيب في البداية لازم نعرف مكان السبلين وشكله في جسم في الجسم بالضبط. السبلين موجود بالشكل هذا في الجسم، تمام؟ عشان نكون عارفين لما نقول anterior posterior كل شيء يكون معانا واضح. طيب بالنسبة للسبلين في عندنا two surfaces و two ends و three borders. في البداية عندنا هذا diaphragmatic surface وعندنا هذا اللي جوا هنا visceral surface، تمام؟ بعدين عندنا هنا اللي هي medial end أو tapering end، عندنا هنا اللي هو البرود اند، تمام؟ بالنسبه للبوردرز عندنا الابر بوردر او سوبيريور بوردر او سوبيريور نوتشد بوردر اللي فيه نوتشز، وعندنا اللي هنا اللور بوردر، تمام؟ وعندنا جوا هنا اللي هو الميديال بوردر، تمام؟ يعني لو جينا نتصور السبلين في اليد نتوقع نتخيل هذا السبلين زي كذا، عندنا ديفرماتيك سيرفيس، فيزرال سيرفيس، وابر بوردر ولور بوردر، وهذا اللي هنا اللي جوا هو الميديال بوردر، تمام؟ طيب عندنا الميديال او التابرينج اند والبرود او الانتيريور اند. طيب نجي نبدا نتكلم عن الديافراماتيك سيرفيس ريليتد لايش. الديافراماتيك سيرفيس ريليتد لي الديافرام والليفت لانج والليفت بلورا واللي هو الليفت 9th and 10th and 11th ريبس، تمام؟ طيب بالنسبه للفيزرال سيرفيس، الفيزرال سيرفيس ريليتد لاربع اشياء اللي هو فندس اوف ستومك، تيل اوف بنكرياس، وليفت رينال او ليفت سوبرينال جلاند، واخر شيء اللي هو الليفت كوليك فليكتشر. طيب نجي ناخذها نعرف مكانها بالضبط. طبعا هي الاورجنز هذه تسوي امبريشنز في السبلين من جوا في الفيزرال. عندنا هنا اول شيء نبدا بالجاستريك فليكتشر او الجاستريك امبريشن، وعندنا هنا في الجهه هذه عند الكدني اللي هو الليفت كوليك فليكتشر، او عفوا اللي هو الليفت رينال فليكتشر، وعندنا هنا الليفت كوليك فليكتشر تحت، والتيل اوف بنكرياس جاي عند اللي هو الهايلم. طيب الهايلم داخل فيه تو ستراكشرز، تو مين ستراكشرز اللي هي سبلينيك ارتري وسبلينيك فين. هذه التو ستراكشرز سبلينيك ارتري وسبلينيك فين. كيف نفرق بين الارتري والفين؟ الارتري ثيك وقاسي، والفين ثين وما هو قاسي. طيب بالنسبه للقطعه هذه اللي هنا الاضافيه، هذا اللي هو الاكسسوري سبلين وبس.